فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الفضل المترتب على تعلم العلم الشرعي؟ وهل لابد من النية الصادقة في تعلم العلم الشرعي؟ وهل كل إنسان لابد أن يتعلم ذلك أو أنه يسقط عن الباقين؟ وبماذا تنصحون طالب العلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العلم الشرعي ضروري للأمة جماعة وأفرادا، لأنه يهديهم إلى الطريقة الصحيحة للعبادة، توحيد الله عز وجل، اتباع السنة، اجتناب البدعة. فلا بد من العلم الشرعي، ولذلك رغب الله سبحانه وتعالى في تعلم العلم الشرعي. فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم العلم الشرعي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طلب العلم على قسمين: القسم الأول لا بد منه لكل مسلم، فرض عين على كل مسلم، وهو ما لا يستقيم دينه إلا به، كأن يتعلم أركان الإسلام وأركان الإيمان. والقسم الثاني ما تحتاجه الأمة حاجة كلية، لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وذلك كتعلم أحكام المعاملات وأحكام الحلال والحرام وأحكام الجنايات والحدود والقصاص، وكذلك أحكام القضاء. كل هذا تحتاجه الأمة، ولكن إذا قام، لأنه ما يتيسر لكل أحد أن يتعلمه. ولهذا قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلم يوجب على الناس كلهم أن يذهبوا لطلب العلم العام الذي تحتاجه الأمة في معاملاتها وفي جميع شؤونها، وإنما ندب إلى هذا طائفة، فرقة من كل طائفة تقوم بهم الكفاية. فالحاصل أن طلب العلم لا بد منه، ولنعلم أن طلب العلم لا يكون إلا على العلماء الراسخين، لا يكون طلب العلم على المتعالمين الذين يأخذون علمهم عن الأوراق
عن الكتب والمطالعات، أو يحفظون المتون ويحفظون الشروح ولكنهم لا يفهمون ما فيها، إنما هم كآلة التسجيل، سجل الأشياء لكن لا تفقهها. فلا بد من الفقه في الدين. الله جل وعلا قال ليتفقهوا في الدين، والفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، وهو فهم الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا إنما يقوم به أهل العلم، تعلمونه ويعلمونه للناس. فلا يجوز لأحد أن ينعزل عن العلماء ويجعل له مكتبة ويطالع فيها أو يحفظ ما شاء أن يحفظ، هذا كله خطوة أولى إذا وقف عندها لا تنفعه شيئا، لا بد من الخطوة الثانية وهي أن يتفقه في دين الله عز وجل على أيدي العلماء الذين يبينون له الأحكام الشرعية على الوجه المطلوب. وكذلك لا يتعلم طالب العلم على المتعالم أو على جاهل مثله، فإن الخوارج والمعتزلة لما اعتزلوا عن الصحابة، عن علماء الصحابة، وانحازوا مع أشباههم من الجهال، حصل منهم ما حصل على الأمة الإسلامية لسوء فهمهم. ولهذا يقول الإمام ابن القيم فيهم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. فلا بد من تلقي العلم عن أهله المعروفين به لا من كل أحد. قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظروا المعلم الذي تأخذون منه دينكم، يعني علمكم، هل هو من أهل العلم؟ هل هو من أهل التقوى؟ أو غير ذلك؟ لأن المتعلم يقتدي بمعلمه، فإن كان معلمه متقنا وصالحا تأثر به، وإن كان معلمه جاهلا أو غير مستقيم على علمه فإنه يضر تلاميذه. نعم.